مسيرتهما. النادي جوفيت التعديل صقر 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 عطيف صقر صقر عبد العزيز سكروني يصد ركلة الجزاء. عبد العزيز يرفع التعديل للوحدة والوحدة يضيع فرصة، والفرص الكثيرة حتى الآن لا يستطيع الوحدة أن يترجمها بصراحة. الوحدة يقدم عطاء جيد، عطاء سيكون مختلفا، سيكون تنافس، سيكون صاحب لقب الدوري. فهد المولد، فهد المولد، المولد المولد المولد، ما هي مكتوبة لك يا فهد. الجداني يمنع الهدف. شاهد ركلة جزاء اللي فهد المولد، كان متحمسا كثيرا للتنفيذ لكن لم يوفق. سمير عبد العزيز البشر في الاستديو نصير البيضاوي يعتبر فرحة بالهدف الثالث، لكن إلتون أودع الكرة خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى مع محمد الطويل مع الحارس البديل. على صوت الميدا وقف الميدا موى هنا الصفور، هالكرة بتتحول إلى ركلة جزاء. الميدا على التنفيذ، الميدا على التنفيذ، يصنع فهل يسجل، يصنع فهل يسجل، يتقدم الميدا بيلعب للكرة يا رب. لويس خلصها، لويس يبقي على حدود الشباب، الشباب في الملعب، الميدا بتأهيله والتأهيل على العبيد. لمسة اليد كانت على عبد الرحمن العميد، دقيقة يسجل هدف، ولولا أهدافه ال 17 لكان الاتحاد في المركز الخامس ب 23 نقطة. ريفاس وفيصل، فيصل وريفاس، وريفاس ريفاس وفيصل مسرحي يصدها، فيصل مسرحي يصدها، فيصل مسرحي ويضيع الهدف في الدقيقة ال 53. شاهد اللقطة علي مع هداف التاريخي، هداف التاريخ للخليج حسين. اوهو جولو، ضاعت على الخليج، ضاعت على الخليج. نحن الافضل كما فعل مسلم الفريج. انا ارفض زيارة الشباك، والكرة واللقطة الختامية لشو طول. أتت اللحظة الأخيرة، ركلة جزاء سجلها الفيصلي من بالبوا بتركيز، المتخصص في ركلات الجزاء، المتخصص بالبوا، بالبوا هذه المرة ضاعت، هذه المرة، والهدف السادس له شخصيا مع الفيصلي هذا الموسم. لكن مسرحي، برافو يا فيصل، برافو يا فيصل مسرحي، تصدى للكرة، تركيز عالي من أول كرة استلمها، واضح واضح على هذا الحال. أحمد عسيري أم على ياسين حمزة؟ لا على أحمد عسيري أو على ماجد عشاب وصالح الشهري على تنفيذ ركلة الجزاء للرائد. صالح بيلعبها وعشاب، شايف هذه ركلة الجزاء اللي تنفذت وتألق من خلالها عساف القرني في مباراة اليوم. صعد 3-1 الهجم، خلص المباراة، ركلة جزاء الآن. فازيلي، فازيلي صدها راضي، صدها راضي. شوف الكرة خالد راضي. الأهم والأهم والأهم الثلاث نقاط، الرائد إلى 16 نقطة، يتحسن الوضع بشكل كبير على صعيد الترتيب وعلى صعيد النقطي. فالرائد أصبح الآن ب 16 نقطة في المركز الثاني عشر، ويترك المركز الثالث عشر للقادسية ويتعادل بالنقاط.